كلنا متفقين إنه إحنا منغلط، ومرات منحتاج التوجيه، منحتاج النصيحة، منحتاج الانتقاد البناء. لكن هل في طرق وآداب للانتقاد؟ تابعوا معاي الفيديو لتعرفوا شو هي طرق وآداب النقد. لكن قبل ما نبدأ بالفيديو، إذا لسه مش مشتركين بالقناة، ياريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل فيديو جديد، وخلونا نبدأ. كيف أنتقد شخص بطريقة لبقة؟ أو كيف ممكن أنصح شخص معين بطريقة لبقة؟ منحتاج النقد أو النصيحة لما بدنا ننصح حدا بالغالب أصغر منا، ولادنا، أخواننا الصغار، طلابنا إذا كنا معلمين. كيف ممكن أنتقد أو كيف ممكن أقدم النصيحة بطريقة لبقة؟ كيف ممكن أقدم نصيحة لزميلتي اللي عمرها من عمري، أو حتى لو كانت أكبر مني، بس أحكي النصيحة أو النقد بطريقة لبقة ما تحسسها بالذل أو ما تحسسها بالإهانة؟ الأكيد إنه لازم لما بدنا ننصح حدا أو بدنا نقدم الانتقاد يكون بعيدا عن الناس، يعني يكون الحوار بيني وبينه بدون ما يكون في حدا يشوف، لأنه لما يكون هذا الإشي قدام الناس راح يحسوا بانكسار، ممكن يحسوا إنه أنا ما بدي أرد، إنه ليش بتحكي معي بهاي الطريقة، أنت مين، وممكن يصير في خلاف. النقد أو النصيحة لازم يكون بهدوء، ولازم يكون كامل عقلي معاي، ما أكون بلحظة غضب. كثير من أولياء الأمور أو كثير من المعلمات مرات متلاقيها بدها تنتقد ابنها أو بدها تنتقد طالبة معينة، وتحكي لها أنت غبية، أنت ما بتفهمي، أنت بتعملي كل إشي غلط، أنت ما بطلع منك إشي. لو إيش ما يكون الغلط، لو إيش ما يكون تافه، لو إيش ما يكون صغير، مستحيل إنه هذا الشخص يتقبل نصيحتك بعديها. لو أنت قعدت سنة تحكي أشياء، لو أنت جبت أمثلة، لو جبت قصص وأشياء كتير حلوة وكتير مشوقة، بعد هذا الموقف مستحيل إنه حدا يسمع لك، مستحيل إنه ياخده بنصيحتك، لأنه بلشت بطريقة غلط. فإذا في طرق وفي آداب للنقد. من طرق تقديم النصيحة أو النقد اللي هي طريقة الساندويش، يعني بدي أحكي صفة حسنة بالشخص اللي قبالي، بعدين بدي أحكي النقد أو النصيحة اللي أنا بدي إياها، بعدين أحكي صفة حسنة تانية، يعني بدي أعملها ساندويش بين تنتين مناح، بين صفتين مناح في هذا الشخص، لأني أنا ما بدي أهز من ثقته بنفسه، وما بدي إياه إلا أنه يتحسن. الأمهات دائما بسعوا إنهم يقدموا لأولادهم أحسن إشي، ويكونوا أولادهم من أحسن ما يكون وأحسن إشي بيقدروا يكونوا عليه، بس مرات بتكون الطريقة هي الغلط، الطريقة هي اللي فيها المشكلة. ليش أولادنا ما بيردوا علينا؟ ليش لما بحكي مع طالباتي ما بيردوا علي؟ لأنه طريقتي في النقد غلط، بتخليهم يفقدوا ثقتهم بنفسهم. لما بنتقدهم قدام زملائهم أو زميلاتهم، أصحابهم أو غيره، رح يحسوا بالنقص فما رح يردوا، لو إيش ما يكون ما رح يردوا. لما بشتغل بطريقة الساندويش هون، أنا بعطي صفة منيحة، بعزز من ثقته بحاله إنه أنت عندك شغلات منيحة. لما باجي بدي أحكي النصيحة أو النقد، بحكيها بطريقة مش أنت غبي، أنت ما بتفهم، أنت ما بتعمل، أنت ما كذا، لا، بحكي إنه مثلا في هاي الشغلة، مش لو عملناها بهاي الطريقة بيكون أحسن، مش لو مشينا ورا هذا الحل أو مشينا ورا هذا الطريق بيكون أحسن. يعني تكون بطريقة إنه لو عملت الشغلة كذا، يعني مش إنه أنت عملت هاي غلط، نحكي الإشي اللي كان لازم ينعمل، أو نحكي إنه مثلا هاي الشغلة ممكن لو تنعمل بهاي الطريقة بتكون أحسن، أو ممكن أنا ملاحظة إنه عندك مشكلة في الشغلة الفلانية، أو ملاحظة إنه أنت لما تحكي مع ناس معينين بتحكي بنبرة كتير عالية، عم بتخليهم ما يحبوا يسمعوا لك. أو مثلا لما أجيت تحكي مع مديرك في الشغل أو مع زميلك التاني، حكيت بطريقة كانت شوي أجريسيف، يعني لو حكيت بطريقة ألطف، أو لو حكيت 1 2 3، يعني نعطي حلول من ضمن النصيحة، وبعدين منحكي كمان شغلة منيحة. بس مثلا لما آخر إشي لما عملت الحركة الفلانية كانت كثير حلوة، أو مثلا لما وإنت بتحكي معهم لطفت الجو بالأخير كان كثير منيح. يعني بدنا نحسس الشخص إنه
أنا بدي أنصحك لأنه أنا بدي إياك تكون أحسن، مش لأنه أنا بس بنتقد أو أنا بس بدي أحكي أنه أنت مش منيح أو أنت مش نافع. أنا بدي أخليك تكون أحسن لأنه أنا بهتم فيك وبهتم بأنك تكون أحسن ما يمكن. طيب شو هي آداب النقد أو آداب النصيحة؟ لما أنا بدي أروح أقدم نصيحة بستخدم الطريقة اللي حكينا عنها، بس في عنا كم من نقطة لازم ننتبه لها وإحنا عم نحكي بنصيحة أو نقد. في عنا آداب لازم نتبعها. أول إشي واللي هي نمدح الصفات المنيحة مثل ما حكينا بطريقة السن. تاني شغلة من الآداب نتذكر إنه حتى إحنا بنغلط وما في حدا معصوم عن الخطأ، فإحنا بنغلط هما بغلطوا، إحنا بنحاول نحسن من حالنا ومنهم. والخطأ مو هو نهاية العالم، كل إشي ممكن يتصلح وكل مشكلة إلها حل، لكن لما إحنا نضلنا نفكر بس بالمشكلة نفسها ما رح نلاقي الحل، أما لما نطلع من إطار المشكلة ونصير نفكر كيف ممكن أحل هاي المشكلة وقتيها رح نحل المشاكل، فأي خطأ بنخطأه مش هو نهاية العالم. النقطة الثالثة ما نحاصر الشخص اللي قدامنا، ما نخليه انه انت مش نافع، انه انت ابدا ما في منك امل، انه انت ما بتزبط لاشي، ما نحاصره بهاي الطريقة، نخلي له مجال انه حتى لو غلطت مش مشكلة، ممكن يتصلح في الطريقة الفلانية، ممكن يتعدل، حتى لو كان الخطأ كبير، حتى لو ايش ما يكون، يعني شو اخرتها؟ رح تخرب الدنيا؟ ما في اشي بخرب الدنيا. اوكي ممكن تخرب شوية علاقة، ممكن يخرب مثلا اشي مادي، ممكن كذا، ممكن انه ينجرح شخص، بس احنا ما بدنا نجرح الشخص اللي عم نستخدم معاه اسلوب النقد او النصيحة. بدي اخليه يحب الحكي اللي احنا بنحكيه لحتى يقدر يعمل فيه، ولحتى يقدر يحسن من حاله، لحتى يقدر يدارك الاخطاء اللي هو خطأ فيها. النقطة الرابعة، اي مبادرة للتحسين لو كانت بسيطة، لو كانت كتير صغيرة بدنا نمدحها. يعني هذا الشخص كان عم بتصرف بطريقة سيئة، او كان عم بكسر، او كان دايما صوته عالي، لما بلش يقلل صوته شوي مش اروح احكي له انت لسه صوتك عالي، لسه دايما بتحكي بهاي النبرة، لا، احكي انه مثلا اليوم صوتك كان اوطى من قبل، ممتاز. مثلا هاي اسلوب بستخدمه مع طالبات كتير، ويمكن اللي بيشوفوني يعرفوا لما يكونوا مثلا خاصة بالحصص اللي بعد الفرصة بيكونوا ضايجين لسه وهيك، فبعير لهم على الوقت وبحكي لهم انه مثلا اليوم انتو تحسنتوا بمقدار كذا بالاستجابة معاي، لما نكون عم نعمل نشاط وخلص وقفنا النشاط مثلا اليوم انتو اخذتوا 15 ثانية للتحسن، المرة الجاي بدنا احسن. بدنا نتعامل بهاي الطريقة، ما بدنا نتعامل انه انتو سيئين، انتو مش نافعين، انتو ما بتزبطوا لاشي، انتو دايما هيك، دايما مشاغبين، دايما بتجننونا. لا، يعني هم اوكي بجننونا، هم اوكي بدهم تحسين، بس انا اذا تصرفت بهاي الطريقة وكان انتقادي دايما بصيغة حادة عمرهم ما رح يتحسنوا. النقطة الخامسة، نحسسهم انه الاخطاء ممكن تتصلح بسهولة، حتى لو كانت شوي صعبة منا نخليهم يبلشوا، لانه اذا ما بلشوا ما رح تتحسن. منا نخليهم شوي شوي انه اوكي ممكن نحل هاي الشغلة بالطريقة الفلانية، نبلش نعطي شوية حلول، بعدين نترك لهم المجال، رح نلاقيهم هم لحالهم ابدعوا. وبالنهاية كلنا بنغلط، وكلياتنا بنحتاج للنصيحة بأوقات معينة، كلياتنا بنحتاج للنقد البناء، وبدنا نركز على البناء، نقد بناء، يعني أنا بحكي لك نقد وبحكي لك كيف ممكن تحسنه، مش بس بدي أنتقد لأنه أنا بدي أنتقد أو لأنه هذا الإشي مش عاجبني. في كتير شغلات ما بتعجبنا بالناس اللي حوالينا، بإخواننا الصغار، بأولادنا، بطلابنا، كتير في أشياء ما بتعجبنا، بس لأنه إحنا ما بنشوف حالنا كيف بنتصرف، فما بنشوف إنه إحنا كمان بنغلط، وإحنا كمان في تصرفات ما بتعجب اللي حوالينا، فنتقبل النصيحة ونعطي نصيحة بطريقة لبقة. وبهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم. لاقوني كل ثلاثة في ومضة إفادة، معي أنا أفنان حمادة. إذا عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وكومنت وشير لكل أصحابكم. يعطيكم العافية.